السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. فيديو جديد من وحدات الصف الثالث الثانوي، معاكم أحمد العزب مدرس اللغة الإنجليزية. هنبدأ مع بعض نتكلم النهاردة عن الجزء الخاص بالفوكابلري، بالكلمات المهمة يا شباب اللي بتفوت علينا كتير في الامتحانات. نركز مع بعض كده إن شاء الله، وأتمنى إن الفيديو يكون ذو فايدة كبيرة ليكم. مش عايزكم تبقوا خايفين من الكلمات، الكلمات سهلة جدا، تكرار الحل بيساعدنا إن احنا نوصل للمعلومة. احفظ الكلمات المهمة اللي هجيبها لك النهاردة ديت، بلس طبعا ان عندك الكتب الخارجية مليانة بالكلمات التانية، ولكن انا نقيت لكم معظم الكلمات اللي بتتقابل في الامتحانات وبتتكرر كتير. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبدأ بينا مع بعض الفيديو. نبدأ بأول كلمة عندنا، هي كلمة average. average يعني معدل أو متوسط. معدل أو متوسط بمعنى انك لما بتضيف كمية حاجة لحاجة أو حاجتين مع بعض أو كذا حاجة مع بعض، بتعمل ميكس الحاجة وترجع تقول لي هات لي بقى متوسط الايه، المعادلة دي أو المسألة دي. فكلمة average يعني ايه؟ معدل أو متوسط. كلمة confused، confused يعني مرتبك، اللي هي معناها unable to understand something clearly، ما انتش قادر تفهم حاجة بوضوح، فانت ما انتش يعني الأمر مختلط عليك يعني. كلمة insist، insist يعني يصر، بيجي insist on و insist that. insist on هنعرفها بعد كده، كمان دلوقتي insist on وذات بمعنى يصر او يصمم على، هنعرف الاستخدام بتاعهم تحت. اللي معناها demands that something should be done، يعني يصمم ان في حاجة لازم ان هي ايه تتعمل. عندي بعد كده كلمة midday، عارفين كلمة midday طبعا، وهيقابلنا كلمة تانية شهيرة ليها midnight، العكس بتاعها. midday يا شباب اللي هو بمعنى منتصف اليوم، اللي هو ما هنقول عليه 12 o'clock in the middle of the day، عكسها midnight اللي هو 12 o'clock in the ايه in the middle of night، في منتصف الايه الليل. عندي بعد كده كلمة poetry. poetry يعني الشعر، الشعر اللي هو بيقول لك poems in general يعني القصائد عامة، يعني أي حاجة خاصة بالشعر بيجيبها تحت بند الإيه؟ البوتري. تمام. old fashioned، وده طبعا كلمة موجودة عندنا في الريدنج. old fashioned يعني شخصية أو حد بيستخدم موضة قديمة أو لسه ماشي على الإيه، على الـ old fashioned، الموضة دي. تشوف واحد لابس لبس قديم تقول إيه ده، أنت ما أنتش على الموضة يعني. تمام. اللي هي not modern and not fashionable anymore، يعني ما هوش modern خالص. ونلاحظ خلي بالك بقى ان طبعا قال لك هنا not modern يعني ما هوش ايه، مش حديث او عصري. دي طبعا نلاحظ ان هي ال opposite، المضاد بتاع كلمة ايه old fashioned، لان ممكن يجيب لك جملة في الاختيارات في التشوز يقول لك هنا old fashioned معناها ايه، او ال opposite منها ايه، السنم والانتم بتاعها. عندك بعد كده كلمة routine. routine ده روتين يومي خاص بشخص او شخص خاص بينا احنا كافراد individuals. في فرق ما بينها وبين كلمة customs. اوكي. اللي هو a usual way in which you do something. اوكي. يعني ديت حاجة طريقة معتادة انت بتعمل بيها الحاجة ديت باستمرار. يعني بتقولي مثلا انا الصبح بصحى افطر اتناول الشاي ومع الاسرة، وبعد كده باخد الجرنان واطلع اقرا في الشمس. ده روتين، عادة يومية. collection وكلمة مهمة جدا وبتيجي كتير في الامتحانات. collection بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى مجموعة من، يعني مثلا اللي هي a set of similar things that you keep together، يعني انت مثلا بتجيب مجموعة من الكتب معينة بابا بيشتريها لك علشان تقعد تقراها، او نوع من القصص معينة انت بتحب تقراها كده. عندك كلمة custom، في فرق ما بينها وبين كلمة habit. habit طبعا بتيجي للافراد، انما custom بالايه للمجتمع. خلي بالك ان كلمة custom ممكن نضيف منها customs. customs هتيجي بمعنى الجمارك، هتيجي بمعنى ايه يا شباب؟ الجمارك. طيب disabled. disabled بمعنى المعاق او المعاقين، لو جبنا قبلها ذا. disabled معناها شخص معاق unable to use a part of his body in the way that most people do، عنده اعاقة ما يقدرش يستخدم جزء من جسمه زي معظم الناس الباقية ما بتقدر تعمل. عندك بعد كده كلمة district. district يعني منطقة او حي، وطبعا دي موجودة عندي في الريدنج، اللي هي an area of a city or a country. an area of a city or a country. district يعني يقول لك حي السيدة زينب وهكذا، حي الانفوشي. اوكي. عندي بعد كده كلمة establish، وكلمة مهمة جدا خلي بالك. establish بمعنى ايه هنا يا شباب؟ لما اقول لك to achieve or give someone a respected position in society or an organization، بمعنى انك بتدي الواحد مكانة مهمة في المجتمع او في وسط مؤسسة او منظمة. بمعنى لما تيجي تقول مثلا القصائد بتاعته او الروايات بتاعته established him as a good writer، بتيجي بالمصطلح ده يا شباب established him as، يعني جعلته ك او خلته شهرته كايه، ككاتب مشهور وهكذا، تيجي established as. عندي بعد كده لو تبص على كلمة law. law يعني law يعني قانون، وطبعا لو ضفنا لها ER كلنا عارفين يعني محامي. law اللي هو the system of rules
the people in a country or place must obey. مجموعة قواعد، الناس في الدولة لازم ايه تطيع الأوامر ديت وتنفذها، سواء في دولة أو في مكان، مدرسة، مستشفى، whatever يعني. pioneer اللي هي واحد من ايه من الرواد. he is one of the pioneers of one of the first people to do something that other people will continue to develop. واحد من الناس، تمام، اول واحد يعمل حاجة الناس بعد كده هتبدأ ايه تقلده او تطور منها. يعني واحد اخترع حاجة، او واحد اكتشف حاجة، او واحد فكر في علاج للفيروس مثلا، فهو دلوقتي كان البايونير، كان الرائد او كان الاول في اكتشاف الحاجة دي، الناس بعد كده هتبدأ ان هي ايه to develop it. style، style اللي هي a way، بقول لك يعني حاول تغير الستايل بتاعك. الستايل بتاعك ممكن يبقى ستايل لبس، ستايل طريقة، ستايل معاملة، whatever، style ماشية. يعني style دي معناها a way of doing or making something that is typical of a particular person, group or period. يعني دي طريقة بتعمل بيها حاجات معينة نموذجية في حياتك كشخص، في مجموعة أو كفترة ايه زمنية. تمام، هتخش بعد كده على كلمة develop، وطبعا develop ده الverb اللي هو to make a new product or idea successful، يعني انك بتخلي منتج أو فكرة ناجحة. تمام، وطبعا ديت فعل ايه متعدي بيجي معاه المفعول الحاجة اللي انت بتطورها، وممكن نجيب من develop development اللي هو التطوير. اوكي، بعد كده عندي competition، وبيجي منها الفيرب compete. compete يعني ينافس، compete يعني ينافس. competition منافسة، ل a situation in which people or organizations compete، ادي الفيرب compete اهوت عندي، compete with each other، يعني موقف معين الناس بت ايه او منظمات بتنافسوا مع بعضهم البعض، سواء لعبة او whatever يعني. اوكي، بقى secretary، secretary او secretary someone whose job is to type letters، بيكتب الخطابات، او arrange meeting، يرتب المواعيد، او answer telephone calls، او انه يرد على تليفونات. تمام، ممكن الكلام ده يبقى فين يا شباب، ممكن يبقى في مكتب، ممكن يبقى في شركة، whatever يعني. اوكي، طيب البابليشر، بابليشر طبعا انا راجل الفت كتاب مش عارف اظهره للناس، ليه بقى؟ علشان انا I didn't find a good publisher. اوكي، يبقى البابليشر ده ممكن يبقى هنا a person or a company، a person or a company، شخص او شركة، that produces books، بتنتج الكتب او المجازينز او المجلات، and makes them available for people to buy، بيخلوهم متاحين للناس عشان يا شباب يشتروهم. يبقى انت بعد ما بتألف كتاب او غيره بتبدأ تشوف شخص منتج او شركة انتاج، بتبدأ ان هي ايه تبدأ تشوف لي الكتاب دوت او الفيلم دوت او المجلة دي، ان هي تبدأ تعمل لها ايه انتشار. تمام، يبقى متاح للناس في الاسواق يعني. عندي اخر كلمة عندي النهاردة في الـ definitions، عندي كلمة ايه attachment، وكلنا عارفين كلمة attachment كان بتيجي ازاي، اللي هو something you attach to او send with an email. يعني بقول لك ابعت الايه، ابعت الورق بتاعك وانت بتقدم في الشركة على الايميل as، بتيجي as an attachment، as an attachment كايه، كمرفق من المرفقات اللي موجودة عندي. كده يا شباب نكون احنا خلصنا اهم جزء عندي، او جزء من الاجزاء المهمة عندي في البارت 1 في الكلمات. طبعا ده مش هيغني ان دي في كلمات كتيرة تانية مهمة، ولكن هي دي الكلمات الكتيرة بتتكرر في الامتحانات. تمام، خلونا ننزل بعد كده على language notes. language notes عندي اول حاجة عندي يا شباب كلمة graduate. كلمة ايه يا شباب؟ graduate. طبعا graduate بيجي معاها graduate from، graduate in، graduate of. اول حاجة هنتكلم عليها اللي هي graduate from. graduate from اللي هو يتخرج من، ممكن يبقى كلية او من جامعة. هتقول I graduated from Cary University، انا اتخرجت من كلية الايه، من جامعة القاهرة. تمام، ممكن تقول I have graduated from the faculty of education، اتخرجت من كلية التربية، whatever يعني. تاني حاجة عندي graduate in. graduate in بتجيب بعدها المجال يا شباب. he graduated in law، هو تخرج في الايه، في مجال الايه، القانون. and worked as a lawyer، واشتغل كايه، كمحامي. يبقى graduate in بيجي بعدها المجال اللي انت تخصصت فيه. طيب اخر واحدة عندي a graduate of، وركز عليها قوي كويس عشان كلمة a graduate of بتختلف تماما بالحرف الجر اللي موجود معاها دوت عن اللي فوقها اللي هي graduate in و graduate from. لما اقول لك I graduated، الاولى بقى I graduated from the faculty of education او Cairo University، هي هي لو جيت جبتها، بس he is a، ركز على كلمة a graduate، he is a graduate of، هو خريج لجامعة القاهرة او من جامعة القاهرة. يبقى بتيجي ازاي مع كلمة graduate of؟ لازم تجيب قبلها a. سهلة كده؟ طيب عند بعد كده give experience. give experience هنا يعني يعطي خبرة،
اقول لك الوقت اللي انا قضيته بالخارج. The time I spent abroad gave me experience. Give me يا شباب experience، اعطاني كثير من الخبرة. يبقى هنا بتيجي مع give experience عشان دي هتيجي كلمة جملة امتحان، و give experience بتيجي كتير في الامتحانات وبتتكرر. عندي بعد كده as well as. as well as يا شباب اللي هي معناه بالاضافة، يعني بيجي بعدها لا اما noun لا اما gerund. He was an expert as، هو خبير. as well as بالاضافة الى being an important writer، بالاضافة الى كونه كاتب مهم. يبقى هنا as well as بالإضافة إلى، يعني تقول مثلا I did my homework، أنا عملت واجباتي. as well as helping my mother، بالإضافة إلى أنا ساعدت مين؟ والدتي. يبقى as well as النون أو الجيرند ما نتلخبطش فيها. هنخش بعد كده عندي كلمة career. career يعني الحياة المهنية. career يعني الحياة المهنية. أقول لك أنا كمستر أحمد أقول لك teaching is my career، التدريس هو حياتي المهنية. أقول لك مثلا المثال اللي عندي his career was full of difficulties، المهنة بتاعته حياته المهنية مليانة بكثير من الايه من الصعوبات. تمام. عندي بعد كده يا شباب work. طبعا هي work لها اكتر من حاجة. انا جايب لكم حاجة مهمة جدا اللي هي work as، بيجي بعدها الايه الجوب على طول. ممكن اقول لك اي الاحظ انا كاتب لك work as a ها او ايه او ان a او ان، مش الاتنين بيجوا مع بعض، هي لا دي لا دي. work as a doctor او a teacher. طب لو هنجيب an، طبعا عارفين سمع حد بيقول لو بعدها متحرك زي I work as an engineer، انا بشتغل كايه كمهندس. تمام. طيب قبل ما نضطر للي بعدها، work as بتيجي اصلا يا شباب عشان تعبر عن ايه عن الوظيفة. I work in a factory. نشوف بقى work بتيجي كذا حرف تاني زي كذا حرف جر تاني زي ايه I work in a factory. I work for. work for بيجي بعدها الشخص اللي انت بتشتغل عنده او الشركة اللي انت بتشتغل لصالحها. يبقى work for يعمل لصالح. work for بمعنى يعمل ايه يعمل لصالح. تمام. انما بعد كده عندك work as بتيجي بعدها ايه الوظيفة الحقيقية اللي انت بتشتغلها. تمام. طيب عندي بعد كده a district of. طبعا هناخدنا فوق في الديفينيشنز كلمة district. district يعني ايه حي او ضاحية. لما اقول لك هنا السيدة زينب is a district of Cairo، السيدة زينب ده حي من او ضاحي او حي من احياء مين؟ من احياء القاهرة. تمام. يبقى هنا a district بيجي معاها a district of، حرف جر ايه of. في كلمتين جمال جدا عندي بقى اللي هي كلمة publish و come out. publish ينشر، come out ينشر، ولكن خلي بالك come out ما تجيش في الباسيف، publish تيجي في الباسيف. يعني publish تقول I have published my story، او اقول لك his story was published. it's okay active and passive. انما لما اقول لك his story came out، القصة بتاعته اتنشرت خرجت للجمهور عادي، ما ينفعش اجيبها لك في الباسيف. تاني publish بتيجي في الباسيف. جميل كده. كلمة come out ما تجيش في الايه ما تجيش في الباسيف عشان لما يجي لي في الاختيارات ما نتلخبطش. ركز في الكلام اللي بنقوله. بعد كده عندك كلمة a collection of. a collection of يعني مجموعة من. he wrote a collection of short stories. زي ما انا قلت لك فوق بابا gave me a collection of stories، بابا اداني مجموعة من الايه من القصص عشان اقدر ان ايه ان انا اقراها وهكذا. تمام. طيب خلينا نخش make into a film. وبتتحول make في بتعملني كتير في الـ في التشوز في الجمل يا شباب بتيجي ماضي. تمام. لما اقول لك هنا his story او this story was made into a film، يعني اتحولت لايه اتحولت لفيلم، اتحولت للايه لفيلم. اعتقد كده كلمة made into لو قابلتني ما نتلخبطش فيها. تمام. طيب خش بعد كده على كلمة habits. habits اتفقنا من شوية ان هي عادات فردية كindividuals، كاتبها لكم عادة فردية وعادة شخصية. تمام كده ما نتلخبطش فيها. تمام. زي his habit was to have breakfast at 7:30، عادته ان هو يتناول الفطار الساعة كام؟ 7:30. تمام. اللي هي معناها فوق something that you do often regularly، حاجة انت بتعملها بايه بانتظام. الجملة التانية he has the habit of licking his lips when he is nervous، هو عنده عادة ان هو بيقعد بايه يمضغ في شفايفه لما يبقى هو ايه متعصب. تمام. خدنا فوق كلمة disabled وقلت لك ان هي someone who can do something with his organ، عنده عضو من اعضاء جسمه ما يقدرش يشتغل بيه زي الناس العاديين. ولما نجيب قبلها ذا يبقى هنا جبنا البلورال ذا ديسابلد اللي هم المعاقون. هنا بور بيبل مثال زيها، وذا بور بور بيبل الفقراء. طب انا عايز اختصرها يا مستر اقول لك ذا بور. تمام. هي يوز تو هيلب بور بيبل او هي يوز تو هيلب ذا بور، بس يعني هو معتاد ان هو يساعد مين الفقراء.
نخش بعد كده على كلمة tradition، اللي انا قلت لكم برضو ربطتها لكم، قلت لكم في فرق ما بين كلمة habits و tradition. tradition هنا بمعنى عادة، ولكن عادات مجتمعية متوارثة الناس بيعملوها، تمام، في مجتمع عادات احنا متربين عليها ومتعودين عليها. Their traditions were very difficult. العادات بتاعتهم صعبة جدا. انتقلت من مكان لمكان او من منطقة لمنطقة، فبتقول لا لا ده العادات بتاعتهم دي صعبة جدا. الكلمة المشهورة جدا اللي بناخدها من الاعدادي وبنقول ايه، a 10 minute break او a break for 10 minutes. ركز معايا ان هنا ايه، تمام كده، قبل كلمة 10 يا مستر ده ايه تيجي مع المفرد وتين جمع، ومفترض يبقى هنا minute يبقى 10 minute، المفترض لو تيجي 10 minute لوحدها يبقى 10 minutes. بقول لك ان ده مصطلح بيجي على بعضه، اول ما تلاقي الداش دي يا شباب اللي هي الشرطة الصغيرة دي ومعاها ايه في الاول، اعرف ان هو بيتكلم عليها كحاجة واحدة بس مفردة، اللي هي بيقول لك راحة لمدة 10 دقايق، اللي هي a break for 10 minutes. You should have a 10 minute break before you study session. المفترض تاخد 10 دقايق راحة ما بين الايه جلسات المذاكرة اللي انت بتذاكر. ذكرت لكم في الاول كلمة insist، وقلت لكم ان بيجي بعدها insist on وinsist ايه وinsist that. وخلي بالك ان insist on لازم تجيب بعدها gerund اللي هو الاي ان جي noun او النون، وتلاقي بعد كده insist that بيجي بعدها الجملة كاملة، بيجي بعدها ايه جملة كاملة. she insist he insisted on sending everything. هو اصر ان هو يبعت كل حاجة as an email attachment، تمام. طيب he persisted in، ركز على كلمة persisted in بتساوي insisted on، يبقى persisted in ولكن insisted on، الاتنين بيجي بعدهم الجيران. هنا قال لك هو اصر على taking the book، انما insisted on كان بيجي بعدها ايه sending everything، يبقى هنا insisted on persisted in. ولكن الاخيرة خالص بقى اللي هي insisted اللي احنا قلت لكم on و that، that بيجي بعدها جملة كاملة، جملة كاملة يعني فعل، فعل وايه ومفعول. insisted that اهو هنلاقي هنا جالي ايه يا شباب، قال هي was innocent، هو كان بريء، يبقى هنا فعل وفعله ايه ومفعول، تمام. طيب نخش بعد كده على الكلمه spend. spend يعني يقضي وقت، وبتيجي مع spend money. spend وبعدها وقت بمعنى يقضي وقت يا شباب، تمام. yesterday I spent my spare time. ركز بقى ان بعدها لازم يجي لك الجيرند، يعني تقول انا قضيت a lot of time playing studying running وهكذا، يبقى spend بعدها time بيجي بعدها gerund. طب يا مستر ممكن يجي spend بيجي بعدها فلوس، spend a lot of money او I spend 200 pounds بتجيب، طالما spend بعدها فلوس يبقى بعد بتجيب بعدها on. I spend 200 pounds on clothes، يعني انا انفقت 200 جنيه على الايه على الملابس، تمام. طيب خلونا نبص بقى بعد كده يا شباب مع بعض على give، وحاجة مشهورة جدا give، يعني طبعا لو قلت له I give him my pen انا اعطيته قلمي، لكن ما شفتش قبل كده give me a headache، يعني اللي موجوده قدامنا give me a headache يعني يديني صداع، لا هو مصطلح على بعضه بمعنى يسبب لي صداع. هي هي لو جيت قلت لك هنا causes my headache، causes ايه يا شباب؟ my headache يعني سبب لي الايه؟ الصداع. زي المثال thinking about my kids future، لما اقعد افكر كولي امر كده على مستقبل اولادي gives me a headache يعني بيسبب لي صداع، او causes my headache بيسبب صداع. اخر حاجه عندي make a good job، يعني ايه make a good job او make a good teacher make a good engineer؟ يا شباب يعني make a good وبتيجي بعد اسم الوظيفه معناه سيصبح مدرس جيد، سيصبح مدير جيد وهكذا. ناخد المثال الاولاني اللي عندنا someone who has worked as a travel agent، الشخص اللي هو اشتغل ك travel agent كتير مندوب سفريات، would make a good hotel manager، ممكن او سيصبح مدير فندق جيد فيما بعد. خلينا نخش على الجزء اللي بعد كده language functions، تمام. الخاصة باليونت بتاعتنا انا عندي هنا expressing opinion، التعبير عن الرأي. ازاي اعبر عن رأيي؟ انك تعبر عن رأيك ليه كذا حاجة. في جملة مشهورة بتيجي في الاختيارات في التشوز اللي هي الجملة الاولانية as far as I'm concerned. as far as I'm concerned يعني على قدر ما انا مهتم، يعني ممكن يشيل لك كلمة concerned دي يا شباب كده ويقول لك هات لي ايه اختار لي، يقول لك as far as I'm not، بتختار كلمة concerned على طول، تمام كده. طيب طبعا ممكن يقول هنا I would say that، انا ممكن اقول اني، يعني لما تيجي تدي رأيك ممكن تقول حاجة تانية القديمة اللي احنا عارفينها in my opinion، ممكن تقول I think كذا او I don't think كذا، I think that he is a good boy، I don't think that he is a good boy، whatever يعني. خامس حاجة عندي ممكن تقول it seems to me that، يبدو لي أن، وتبدأ تقول رأيك. كل ديت حاجة من ضمن حاجات expressing opinions. طيب انت قلت رأيك، من حق اللي قدامك انه يعمل agreeing يوافق او انه يبقى ايه يا شباب disagreeing. لو هيعمل agreeing موافقة هيقول عندك هنا so do I وكذلك انا،
أو I do too. وأنا أيضا. I agree with you. You are right. You are absolutely right. أنت بالفعل محق. وهكذا. وأي حاجة أي أسلوب تاني تقدر تجاوب بيه it's okay يعني. اوكي ده طبعا ممكن يقابلني في الديالوج. I don't لو انت هتعمل disagreeing بقى هنخش على disagreeing الرفض انك معترض. I don't agree with you. ها I am not sure about that انا مش متفق او مش متأكد من كده. نخش بعد كده على بعض الفيربس المهمة جدا 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 وانت بتحل تحت دلوقتي او في اي كتاب معاك لازم هتلاقي حاجة منها كتير. اول حاجة give لسه قايلينها give me a headache او give me an experience يعني يسبب له صداع لو give me a headache او give experience يعني ايه يعطي خبرة. هنخش بقى الجزء الاخير يا شباب ان شاء الله بيتكلم عن ميك ودو. بصوا يا شباب انا عندي ميك هتجيبها في حالة ان عندك حاجة زي الحاجات دي كلها موجودة producing او creating او building. لو حاجة انت بتنتجها بتصنعها من اول وجديد او بتبنيها عندك زي make a noise, make a mistake, make a discovery, make friends, make a speech, make an arrangement, make sure, make fun of, make a decision ياخد قرار, make a difference وحدة اختلاف, make parts, make money. اي حاجة من الحاجات دي بتيجي مع make. زي المثال الاولاني the computer made a lot of noise. My uncle is making a new table. He is going to make a speech. في الحالة دي يا جماعة لما تلاقي انت بتنتج حاجة او بتصنع حاجة لأول مرة او بتبني حاجة جديدة مثلا او بتتخذ قرارات وما شابه الكلمات المتشابهة عندي التلات كلمات اللي جابهم لكم فوق دول لو انت خدتهم كده كشابه لميك لاستخدام ميك هتقدر تحل بسهولة. طيب امتى نستخدم دو يا مستر؟ دو ده بنستخدمها when we talk about work or task or activity. زي على سبيل المثال عن do a good job, do a survey, do the housework, do well, do an operation, do judo, do homework, do a good job, تمام, do my best, do judo, do homework. الحاجات دي كلها يا شباب مهمة جدا نعرفها وخاصة عندك كلمة judo ديت احنا خدناها قبل كده لو تفتكرها ان كانت بتيجي دايما الالعاب القتالية بتيجي مع كلمة ايه مع do. ناخد اول مثال I always do my homework. طبعا do my homework او المثال التاني do well او did well. I did a survey يعني انا قام باحصاء او استبيان. وكده بقى احنا خلصنا معظم الكلمات المهمة عندنا. ده طبعا ما يغنيناش يا شباب ان احنا نقدر لازم نعرف برضو معظم يعني نقرا الكلمات المتبقية في الكتاب معانا او المذكرات اللي موجودة معاكم. حاولوا يبقى في سر لغوية كبيرة عندنا. ولو في اي كومنتس في اي سؤال واقف قدامك نزلهولي في الكومنتس هتلاقوني معاكم ان شاء الله. ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله في يونت 2 هنبدأ بالجرامر وبالايه بالفوكابلوري زي ما اتعودت.